اهتمت الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية على الخصوص بالإحصائيات الحديثة المتعلقة بخلق مناصب الشغل في الولايات المتحدة الأمريكية وبجهود الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس لتمرير مشروع قانون برنامج البيت الأبيض المتعلق بحزمة التحفيز الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 1.9 بليون دولار. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس جو بايدن قال إن الأرقام الضعيفة المتعلقة بخلق مناصب الشغل في الولايات المتحدة تدعو بشدة إلى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقترحها آنفا والمقدرة قيمتها ب 1.9 بليون دولار وأنه لا ينوي تأجيل البدء في مشروع القانون هذا على أمل جذب الدعم الجمهوري. وبحسب الصحيفة جاء الخروج الإعلامي لبايدن عقب إعلان وزارة العمل على أن عدد مناصب الشغل التي أضافها الاقتصاد الأمريكي لم تتجاوز 49 ألف وظيفة في يناير الفائت، منها 6000 فحسب في القطاع الخاص، كما ظل عدد الوظائف التي يوفرها سوق الشغل متوقفا عند 10 ملايين دون مستوياته ما قبل الجائحة. ومن بها أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أن أرباب العمل في الولايات المتحدة استأنفوا عملية التوظيف في يناير مما وضع سوق الشغل على سكات النمو مجددا، لكن الوتيرة الضعيفة لمكاسب الوظائف تشير إلى أن تحقيق الانتعاش ما زال بعيد المنال. وفي كندا نقلت صحيفة لابريس أن رئيس الوزراء جوستين ترودو دعا إلى التحلي بالصبر مع تزايد الاستياء في البلاد بسبب انخفاض شحنات لقاحات كوفيد 19، وتحت عنوان موديرنا تؤكد على تسليم جرعات اللقاح في الوقت المحدد. أبرزت صحيفة الجورنال دو أن شركة موديرنا تؤكد أن مصنعي اللقاحات سيدفعون غرامات مالية إذا لم يسلموا جرعات اللقاح لكندا في الوقت المحدد.